باسم أعضاء المكتب التنفيذي لرابطة المواطنة للشباب والتنمية وباسم إدارة ملتقى المواطنة في دورته الثانية، أتقدم بجزيل الشكر لقبول دعوة الحضور لهذا الحفل الثقافي الفني اختتاما لفعاليات ملتقى المواطنة في نسخته الثانية تحت شعار 19 سنة عمل مستمر وتحسين للمكتسبات في الفترة الممتدة بين 17 من فبراير و 17 مارس 2019. يأتي تنظيم هذا الملتقى في ظروف خاصة من مسار الرابطة، ملتقى أردنا من خلاله عرض تجربة مجموعة شبابية في مجال التكوين والتسيير والتنظيم تتويجا لعملهم المستمر طيلة الموسم الجمعوي. تجاه رابطة المواطنة، تجاه رئيسها، تجاه كل من ساهم في مسار رابطة المواطنة للشباب والبنات، كذلك كل مؤسسيها من الرئيس بأعضائه مكتبه ومنخرطيه إلى آخر ولاية هي 2018-2019 بمنخرطيها بكل مكوناتها. لهذه الفرقة الرائعة ولذلك تستقبل يسلمه السي أحمد أو الأستاذ السي أحمد إدخل هذا التحقيق على السفيقة. إذا في إطار الذكرى التأسيسية 19 في إطار ملتقى المواطنة في نسخته الثانية ارتأت الجمعية تكريم شخصي عبد الرحمن السناج، وذلك لانطلاقا من مجموعة من المجهودات ومجموعة من النضال داخل رابطة المواطنة للشباب والتنمية، وكذلك في إطار اللمسة والمسار اللي خدناه طيلة 18 سنة. إذا الجمعية كذلك مشكورة في شخص رئيسها وكذلك مكتبها ومنخرطيها على هذه الالتفاتة النبيلة اعترافا بمجهوداتنا، وكذلك نأمل أن تكون هذه بادرة فائل لجميع المنخرطين وجميع من بصم في مسار رابطة المواطنة. ريس بوش رئيس رابطة المواطنة للشباب والتنمية، اليوم نحتفل باختتام فعالية الدورة الثانية لملتقى المواطنة. إذا ملتقى المواطنة اللي فيه واحد العدد ديال الأنشطة اللي تستهدف فئات مختلفة، الأطفال، شباب، نساء، ونختتم اليوم هذا الملتقى بحفل فني اللي يحضروا فيه واحد العدد ديال الفنانين وكذلك ضيوف شرف سي عبد الله الشراع، العربي مغران، وأحمد أمينو، ويتم تكريم فيه الإعلامي والفاعل الجمعوي عبد الرحمن السناج بمشاركة أوكسمير وعمر القدالي وكذلك مجموعة إينومار. إذا نشكر بطبيعة الحال جميع المساهمين اللي شاركوا وساهموا معنا في إنجاح هذه الدورة، وكذلك تحية خاصة لجميع المنابر الإعلامية وعلى رأسهم جريدة أحدث سوس. شكرا.